بسم الله الرحمن الرحيم. اثنان مشاركة في معسكر بركة الموز. سعدت أن ألتقي بهؤلاء الإخوة الكرام. اسمك كريم؟ فاضل ناصر بن سليمان بن سليمان بن حسني. الأخ فاضل، ما أهمية مثل هذه الملتقيات؟ والله الحمد لله، أول شيء لرب العالمين على جهود الشباب في هذه الملتقيات. نعم، هي في خدمة البلد ومجتمع البلد، وهذا شيء يدل على كثافة الأخوة المشاركين يعني في هذا المعسكر. نعم، أول شيء الجميل التجمع في هذه الجميع. نعم جميل، جزاك الله خير، بارك الله فيك. ومن معي أيضا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. ما الرسالة التي تبعثونها وأنتم تشاركون في معسكر بركة الموز؟ والله الرسالة هي على أن النظافة من الإيمان أول شيء. نعم. بالإضافة إلى البركة الموز للجميع والجميع لبركة الموز. ما شاء الله، جميل، عبارة جميلة ورائعة، جزاك الله كل خير. أيضا معي الاسم الكريم. خميس مبروك السباحة. لا، خميس، نصيحة لمن يقيم مثل هذه البرامج، ما هي نصيحتك له؟ نصيحة تنظيم مسبق يعني بيكون. نعم. عشان ما تشتت الأفكار، ما تشتت الأعمال، فتكون على تنظيم يعني هيكلي يكون، فالتنظيم الهيكلي دائما إيش تنتج نتائج طيبة. بارك جميل. الله فيك. لمن لم يشارك ما هي رسالتك له؟ يحث نفسه. يحث نفسه. نعم. نعم. هذا البلد محتاجة لكل إنسان موجود في هذا البلد. نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحييك إن شاء الله. نصيحة تحب أن تقدمها من خلال